أعلن السناتور الروسي قسطنطين كوساتشوف أن الطيران الروسي في سوريا لن ينجر إلى مواجهة القوات الأمريكية إذا لم يكن هناك تهديدا مباشرا للقواعد والقوات الروسية هناك. من جهته أعرب وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون عن خيبة أمله من ردة فعل السلطات الروسية على ضربات مطار الشعيرات العسكري، قائلا إن ردود الفعل الروسية تشير إلى أنهم مستمرون في دعم نظام الأسد. أستاذ محمد، يعني ما تأثير الضربات الأمريكية بسوريا على العلاقة بين واشنطن وموسكو؟ بص، أنا طول النهار بقرا أشوف الرد الروسي، عايز أفهمه زي ما أنتوا عايزين تفهموه، زي ما السؤال كده، يعني حتى في غموض في الموقف. هل تم بالفعل تنسيق روسيا أمريكا مسبق قبلها بساعة؟ قد يكون، زي ما كنت بقول لهاجر من شوية، في تقارير وتقارير مصادر غربية مهمة تتحدث عن خروج الطائرات وخروج مفيش، يعني ما تشوفي مفيش طيارة اتدمرت، مفيش بنية أساسية قوية اتدمرت، مفيش. فعلا روسيا علمت بالضربة وقبلها بساعة، وكان في قد يكون بشار أخطأ بضربات السلاح الكيماوي قبل عدة أيام، وكان قد لا يكون تأديبه مهم في هذه المرحلة، ولكن لم تتم إنزال خسائر حقيقية. إذا ما تم الترويج الضرب والردع العسكري للخليج اللي قيل أنه دفع الثمن، تم برضو التنسيق مع سوريا بشكل ما. إنما شغلني زي ما روسيا كانت بتتحدث إما الطيارة بتاعتها وقت الميج في تركيا، وقيل وقتها إنه انتكاسة للسلاح الروسي وللطيران الروسي، والبعض اللي كانوا بفضلوا السلاح الروسي قالوا اتفرجوا على السلاح اللي وقع هناك وكده. ماذا حدث للمضادات الأرضية من بعض الأنظمة الصواريخ؟ وأعتقد أن اشتغلنا عليها النهاردة في المصري يوم وبكرة، فين المضادات الأرضية التي قيل لنا وقيل للعالم كله أن كل المضادات الأرضية اللي موجودة يعني هي تحمي سوريا وتحمي السماء السورية بشكل ما. كل الضرب تم، وأعتقد أن هي دعاية سلبية للصواريخ الروسية الموجودة على الأرض.